إذن للعناية بالطماطم، إذن كما تشاهدون هذه شتلة الطماطم كما تشاهدون. إذن شتلة الطماطم كما تلاحظون هنا الساق الرئيسي ثم الساق الثانوي، هذو هما الساقان هذان سنتركهما يعني ساقان فقط. إذن سنزيل كل هذه الخلفات الإبطية إذن لنشاهد من الجدر. إذن هذا نقوم بقص الأوراق من أجل يعني إعطائها منظر جميل، كذلك تخفيف على الجذور. إذن كما تشاهدون نزيل الخلفات التي توجد هنا وهناك. إذن هذه الخلفات الإبطية التي تضعف من نمو الشجرة، ثم كذلك نزيل هذه الخلفات. بعد ذلك لكي نعتني بها بشكل جيد نقوم بوضع القنب كما تلاحظون هذا الشكل. فروق تختلف في لكن المهم أنها على هكذا. انظر هذه الطريقة السهلة، ثم نجعلها تتلوى بهذا الشكل. إذا سنضع قنب لهذا الفرع وقنب أخرى لهذا الفرع. إذا هذا هما الفرعان الرئيسيان أو التيج الرئيسي والتيج الثانوي. إذا كما تشاهدون يكون بهذا الاتجاه. إذا نترك هذا التيج الرئيسي وهذا آخر. إذا كما تشاهدون هنا ظهور عناقيد الثمار، كذلك هنا أيضا. إذن هذه هي الطريقة السهلة لربط شجرة الطماطم. إذن كذلك نفس الطريقة سنضيف هذا لهذا الفرع الآخر. إذن نفس الطريقة نلاحظ الطريقة. هكذا ثم هكذا. إذن كما تشاهدون سهلة في عند إخراجها. ثم إذن هذا سيكون لهذه الشجرة هكذا. الطريقة سهلة وهكذا قمنا بربط باقي الطماطم. إذن كما تشاهدون طريقة سهلة، وعندما نريد أن نزيلها نقوم بفكها بهذا الشكل. طريقة سهلة إذن كما تلاحظون. وفي طريقة التركيبية انظر طريقة التركيبية هكذا ثم هكذا. إذا نستخدم يد واحدة فقط واليد الأخرى نحمل بها الكاميرا. إذا شاهد إذا هكذا هكذا ها ثم أمجر إذا ونسحب. سهل جدا نسحب. إذا هذه هي الطريقة. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصل دائما بالجديد إن شاء الله. إذا كان فيديو قصير جدا لكيف تجعل طماطم تتسلق وتقلم الأوراق وتزيل الخلفات الإبطية كما شاهدناهم. إذن إلى اللقاء وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.